وطني حقيقي. هاك تشوف فما انفراج في علاقة عموما الاتحاد بالحكومة، فما إمكانية إمضاء اتفاق عام وطني. يبقى ظهر لي كقطاع التعليم الأساسي، وظهر لي ملي دخلتوا في التحركات كل مطالبكم شادين فيها صحيح على طاولة المفاوضات، وتعرف مش نفاوضوا، فما خذوهات، فما تنازلات، مؤلمة ساعات ليك أنت، مؤلمة ساعات للحكومة، الناس تقول لكم ما نجموش نتنازلوا شوية. شكرا. نقبل كل شيء. نحب نهدي الإضراب هذا الفقيد القطاع الأخ أحمد العزي الله يرحمه، ونحب نتمنى الشفاء العاجل الأخوين محمد المنصف الزاهي وعلي بن علي. طبعا لابد من تحية الزميلات والزملاء مدرسات ومدرسي التعليم الأساسي على انضباطهم وعلى حركتهم الإضرابية الاحتجاجية اللي كانت فوق كل التوقعات، وسفهت بالتالي أحلام من يروج أن الإضراب لن ينجح وأن الوقت لم يكن سانحا لهذا الإضراب. نحن نقول لها أن هذا القطاع ولد عام 1919 وكبر وترعرع ونشأ، وعوده أصبح الآن صلبا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال لأي كان مهما كانت الحكومة أن ينحني هذا القطاع أو أن يتزحز عن مطالبه. ونقول لهم رأوا الجرارة ذي قداش قطعت من حبال، إذا كانوا يتصوروا أن القطاع هذا رأوا من السهولة بمكان أن ينحني فلن ينحني، وهذا من البداية. تسمح لي مسيرش أنا مش قطع عليك، رك عملت مقدمة تقولش علينا في حرب البارود المصبوب إسرائيل على غزة، وأنت بيان من المقاومة الإسلامية حماس في الرد على إسرائيل، رأوا توانسة في بقى عندكم عودة مدرسية. أنا قلت لك في السؤال مباشرة فماش إمكانية مش تقاوم حل ولا شنو الحكاية؟ الإمكانية هي أني الوحيدة أني مش وزارة الإشراف، رئاسة البلاد رئاسة الحكومة صعد، وكأن هناك عقدة من رئاسة الحكومة ضد المربي اللي قالوا لي قال لك اصبر عليا، أعطيتك زوز ترقيات، الزوز الأخرين اللي طالب اصبر عليا من هنا لقدام. مش صحيح. كيفاش؟ مش صحيح. كيفاش؟ احنا ما خذيناش ترقيات، أولا للتوضيح، احنا خذينا تسوية وضعيات. عندنا زملاء وزميلات، عندنا شكون انتدب سنة 91 إلى سنة 2013 لم يرتقي. عملوا لهم ترقيات؟ لا، عملوا تسوية وضعية. خلينا من التسمية سي محمد. لا 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 ابلون لو شا انشا، مش كيف كيف. عندنا شكون زملاء اللي هما وقع انتدابهم زملاء الاساتذه سنه 2005 و2006 و2007 مجاز وعنده الاستاذيه سنه رابعه وقع انتدابه صنف ب يخلص ب 600,000 و 540,000. كي اليوم تصلح له وضعيته هو مجاز زميله في التعليم الثانوي او مكسب، هاو على الاقل عملت مكسب، عملت مكسب تسويت وضعيه، تسويت وضعيه. اذا نسميو التسويت وضعيه ماهيش ترك، باهي هي مكسب ولا تعمل القطاع مكسب، ارجع للحقوق لاصحابها مكسب، بل حتى الزيادات في الاجور هذه مكسب بطبع كل شيء مكسب طبعا. اما المكسب راهو يولي مكسب اذا كان انا اخذ حقي، اما اذا كان انا اخذ مكسب اقل من حقي ونقصوا له يرضى معناها. قال لك هو قال لك ماهيش نعطيك حق، قال لك اصبر عليا ولا لا ما قالش برايي مش صحيح مش صحيح. ها تو نشوفوا سي جلال. لا لا نعطيك شو هو، خلينا نكلمك انا. هي. ما عنده راهو احنا اللي نقولوا، ما هو ما يقولوش لان العمليه الاسماء المماطله والتسويف هذه مش لغه، المفيد الواقع اللي صار البلوكاج الاخراني شنو هو باش نفهم ايجاز. احنا عملنا احنا وصلنا لشبه اتفاق في 7 ماي، وكانت وزاره التربيه ووزاره الشؤون الاجتماعيه موجوده، وصلنا اتفاق باه مش رئيس الحكومه، رئيس الحكومه رفضته، هذا واضح قلناه جديد، عطيني جديد نفس الوضعيه. اي خاطر خلينا العباد تفائلت عشيه العوده المدرسيه بامكانيه وصول الحل. المشروع اللي اتفقنا فيه وحاولنا ان نبسط الامور، راهو اللي يقول لك استناني احنا باش نستناول حتى 2023 مش هكا 2023 وحاولنا ان نبسط الامور حتى نبقى في مناخ ايجابي بالنسبه للعوده المدرسيه. وحتى الاضراب اللي خذيناه كنا طارحين لمقاطعه العوده، قلنا يا سيدي هاو باش نوروا الاولياء. طبعا ما عندناش مقاطعه عوده، عندنا اضراب يومي. احنا عندنا 50-60,000 معلم. كي تقول كل 60,000 معلم عندهم كل واحد زوج ثلاثه 120,000، إذا كان كل معلم عنده أخو أخت تولي 180,000، معناها اضربهم أنت في الاثنين شنو تلقى؟ رانا احنا أولياء عندنا قريب 50% من التلامذة يقراوا في الابتدائي، إذا حكاية الأولياء هذه اللي تعداوا في التلامذة مالو ريزومون. لا حقيقة يا اسم محمد، اسم محمد حقيقة راهو، لأن راهو حقيقة تتجاوزني وتجاوزك، راهو وجود أولياء زاد يقيوا على وضعية أولادهم زاد مع تقديرنا لمطالبكم، راهو حط بعين الاعتبار، مش معناها ننفيو هذا الذات. أنا أحترم الولي، لكن على الولي أن يحترم مطالبي. اتفقنا اليوم احنا وزاره الشؤون الاجتماعيه وزاره التربيه وحبروا هما المشروع، يعني اتفاق تام. تمشي رئاسه الحكومه ترفض من جديد، ما معنى ذلك؟ هذا وقتاش؟ هذا اليد وجور ثاني، اليد وجور واضح سي محمد. دونك شو